على شرفي تكريمي بهذا الاستحقاق لي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد الأمين العام ومقامه العالي ويتلوها على ما سمعنا فليتفضل مشكورا غير مأمور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وأستغفرك ربي من كل ذنب قويل، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد أزكى الصلوات والتسليم. أما بعد، سيد الرئيس الشعبي الولائي المحترم، سادة أعضاء اللجنة الأمنية، سادة أعضاء البرلمان بغرفتيه الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب جميع المخلوقات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمداً عبده ورسوله العالمية التي أقامتها الجزء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي. ها نحن في هذا الحفل البهيج الوسيم الذي تشرف تحت رعاية السيد والي الولاية المحترم في تكريم ابن الجلفة سعد سليم الذي نال المرتبة الثانية في المسابقة الدولية للملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في أصعب فرع، وهو فرع القراءات عن المتواترة عن طريقي الشاطبية والتيسير رواية ودراية. وفعلا استحق أن يكون الطالب بين حضن السلطات الولائية وكذلك السلطات أعلى من سيد معالي وزير شؤون الأوقاف الذي تكرم وتشرف بأن كرم وتفضل بشكر ما استحقه عن جدارة طالب ابن الجلفة سعد سليم. وفعلا هذا دلالة على أن في أبناء الجزائر وبنات الجزائر الحرائر طاقات شابة وكذلك مستقبل واعد، وعلى الخصوص ما تحويه الزوايا والمدارس القرآنية وكتاتيبها. فموعدنا مع محطات أخرى ومع مسابقات محلية وولائية ووطنية ودولية، ولما لا سيكون التشريف إن شاء الله في فروع أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب سعد سليم من ولاية الجلفة، مثلت جمهورية الجزائر في مسابقة الملك عبد العزيز في طبعته 43 في الفرع الأول في حفظ القرآن كاملا مع التجويد بقراءة 7 رواية ودراية،
والحمد لله ولله فضل ومنه تحصلنا على المرتبة الثانية عالميا وشرفنا الجزائر مثلنا الجزائر أحسن تمثيل. جزا الله من كان سببا في هذا الفوز عنا كل وعن القرآن كل خير. اليوم تم تكريمه من طرف والي الولاية بمقر الولاية يعني في خطوة مباركة، نسأل الله أن يجازيه عنها خيرا.